Hey YouTube family, how are you doing? Hope all is well. So أنا اليوم راح أعمل قراءة لبرج العقرب في شهر أكتوبر. The reason is السبب إني أنا ابتديت بالكاردينال ساينز وبعدين راح زي ما قلت فيما سبق إني راح أعمل فيكس ساينز بعد. Anyways, برج العقرب طبعا برج العقرب زي ما بيعرف الجميع او ما بيعرف انه المودرن رولر الحاكم الحديث لبرج العقرب هو بلوتو والتراديشنال رولر از مارس. اوكي مارس موجود الان as we speak في ليبرا في برج الميزان ولكنه راح ينتقل لسكوربيو on the 11th of October. بلوتو موجود حاليا في كابريكورن اللي هو يعتبر البيت الثالث بالنسبة لسكوربيو و it's retrograde متراجع ولكنه راح يتقدم on October 10th. اوكي ليبرا بالنسبة لسكوربيو هو البيت الثاني عشر. اوكي بيت الثاني عشر هذا هو بيت السبيرتشواليتي، بيت الروحانيات، بيت الأحلام، بيت السايكي، بيت الهاير سيلف، بيت المستشفيات، الهيدن places يعني أماكن الخفية، بيت السجون، بيت الأماكن المقدسة، برضو بيت ال past life الحياة اللي هي السابقة اللي هي قبل ال reincarnation in this life. أوكي هذا هو البيت الثاني عشر بصفة عامة. ف سكوربيو راح يكون تأثير عليه قوي جدا، بس لو احنا ركزنا على مارس وبلوتو التأثير على سكوربيو بشكل مش عادي، ولو اضفنا للإكليبس اللي راح يحصل يوم 14 ليبرا راح يكون لايك فيعني مساكين العقرب. يعني انا عشان هيك قلت في قراءتي السابقة انه يعني اكثر الابراج المتاثره بالاكليبسس هذه هي الكاردينال ساينز وبعدين على طول بصراحه سكوربيو اكثر حتى من تورس. سكوربيو بقول اكواريوس اكثر من تورس. تورس ان فاكت يعني حظه افضل. ممكن انتم تفهموا ليش انا ابتديت بالنسبه ل فيكس ساينز ابتديت بسكوربيو. Okay, so yeah, sorry guys, I have to put out the fire. أنا بمجرد تكلمت على سكوربيو العقرب ال wow, like something's happening little candle. Anyways, so yeah, so أول شيء اللي راح يحصل إنه مارس راح يعمل سكوير مع بلوتو. أوكي؟ on the 7th of October. On the 7th of October مارس is still in Libra. أوكي؟ ما زال موجود في ليبرا، ما زال ما انتقل لسكوربيو. هو مارس لما ينتقل لسكوربيو it's good. في أشياء يعني بتخلي سكوربيو يعني ان هو مندفع لان هو تيك اكشن اند فينيش lots of stuff. اوكي بس on the 7th بلوتو sorry مارس in ليبرا اوكي in the 12th house اللي هو بيت spirituality، بيت your psyche، بيت ال past life. اوكي so بيعمل سكوير مع بلوتو و both of them they are your ruler برج العقرب Mars and Pluto. اوكي
بلوتو از ان كابريكورن اللي هو بيتك الثالث، اوكي. سو اون ذا 7th بلوتو ستيل ريتروجريد، اوكي. فانا شايفه ان هذه الحركه راح تخلي العقرب، برج العقرب نوعا ما confrontational، يعني في اي شيء بيواجههم بيخليهم يشعروا بان هم راح يعملوا مواجهات، اوكي. يعني لما تواجه شخص بشيء وتدخل معه في نقاش حاد بسبب مارس، اوكي. ف سكوربيو المفروض ان انت تكون مور ستراتيجيك، اوكي، وتحاول انك انت pick your battle، اوكي. تحاول انك تبتعد عن المواجهة وتخليها لفترة، ان like اختار الوقت المناسب، بمعنى اخر اختار الوقت المناسب، اوكي. It's not a good time to do that. فبصراحة the whole month evolves around، يعني حاول ان بيتك الثاني عشر وبيت الباست لايف، اوكي، وبيت اللي هو بيت السبيرتشواليتي، هيدن ماترز، هيدن بليسز زي ما قلت، سيكريتس. انا حتى لو يعني دققت حركه بحركه بلاقي ان الموضوع كله ايفولفز حول الـ يعني يتمحور حول المواضيع هذه، اوكي. الإكليبس اللي راح يحصل in your 12th house in Libra، ليبرا بالنسبة لك هذا بيتك الثاني عشر، أوكي؟ هذا راح يكون يتعلق كتير ب your karma وإيش عملت أنت in your past life، أوكي؟ so I don't know، إحنا يعني لو بتعرفوا أو ما بتعرفوا إحنا بنيجي بالكارما تبعنا، عشان هيك بنشوف ناس أحيانا منهم صغار في السن من مشكل لمشكل، اوكي، من ازمه لازمه. This is your karma from your past life. لو انت ما دفعت الكارما تبعك in your past life راح تجيبها معك to this life and so on and so forth. لو ما خلصت your karma in this life راح تحيي حياه اخرى reincarnated، اوكي، حياه اخرى في مكان ما، وراح تكمل معك الكارما اللي جبتها معك من this life، اوكي. سو عشان هيك لو انت مش حابب انك انت تحيي من جديد وتعيش كارما جديدة، خلص يور كارما، pay it off. ما تقول اوه انا خلاص اعمل ما بدالي ويعني وانا I can get away with what I've done. No, you're not gonna get away. اي شيء بتعمله راح تشيله معك، اوكي. خلي بالك من هذا الموضوع. Yeah, you're gonna deal with your karma this month. And I'm so sorry to say that, عقرب. لو إنك أنت خلصت الكارما راح تطلع منها. لو إن عندك ديون من حياتك السابقة راح تدفعها. Okay, وراح تكون غالية وصعبة. Okay. Venus راح يعمل opposition to Saturn on the 9th. Okay. Saturn now is at Pisces. Pisces في sorry guys. أنا بس أشوف natal chart. Scorpio. Pisces is your 1, 2, 3, 4. Your 5th house. بيتك الخامس. بيت العلاقات الغرامية السريعة. Okay. بيت إنك أنت البهجة وال in and out. You know you're being out and about. تطلع في تعمل علاقات واستمتاع واشياء من هذا النوع، برضو بيت الاطفال. فلما فينوس تعمل opposition مع ساترن، اوكي، فينوس is in فيرجو، اوكي، في الوقت هذا. فينوس in فيرجو move on the 4th I believe. وفيرجو بالنسبة لإلك هو بيتك الحادي عشر، بيت الاصدقاء. فانا شايفة ان عندك علاقة معينة مع صديقة، a female figure، راح يكون في debate or argument ولا نقاش حاد confrontation،
صعوبة في الكلام أو تلاسن أو تناقش أو نقاش راح يكون حاد لأنه opposition. أوكي مارس زي ما قلنا لما يدخل لبيتك أنت on the 11th راح يكون راح يدفعك إنك أنت take action. بس be careful. أوكي لأن مارس is all about being impulsive, hasty, متسرع, متهور. فخلي بالك إنك أنت مثلاً من إصابات أو جروح or something like this. إصابات يعني حد مثلاً قطع بالسكين أو بالglass or something like this. Yeah. بس also راح يدفعك إنك أنت تخلص أعمالك وأشغالك. وإنك أنت achieve your goals, okay? Especially بالنسبة للشباب. بس برضو مارس راح يخليك finish your chores, okay? تخلص you know لو عندك chores like واجبات سواء واجبات في البيت, واجبات منزلية أو واجبات في you know, your assignment في دراستك أو أشياء من هذا النوع, okay? ف which is good, it's good. Yeah, بس remember also إن مارس هو the ruler of your sixth house. Aries بالنسبة لإلك سكوربي هو in your sixth house. فا yeah, فهذا رح يخليك إنك أنت تحاول إنك أنت تخلص كل أعمالك وواجباتك بسرعة, وحيخليك تشعر بتعب وإرهاق. فبس as I said, be careful من جروح أو قطع أو إصابات حادة. Okay. راح أقول مرة أخرى, أوكي, وجود الإكليبس هذا, السولار إكليبس, نيو مون سولار إكليبس in your 12th house في ليبرا, هذا راح يخليك زي ما قلت راح يقوي عندك الحاسة السادسة 100%. أوكي, راح يخليك تشوف أحلام والأحلام هذه راح تتحقق. راح برضو راح يخليك تدفع كارما جبتها معك من your past life. Okay, أو إنك أنت deal مع أشياء, to deal with things, to deal with your karma. Okay, راح يخليك برضو تتذكر أشياء يعني بتقول أنا فين شفت هذا الشيء, كله من your past life. Okay, so yeah, there is a square between the sun, Mercury and Pluto. Remember, Pluto is your ruler as well, eh? It's your modern ruler. بيتك الحاكم لإلك الجديد. ف on the 21st, okay, فالشمس راح تعمل سكوير مع بلوتو, الشمس وميركوري. Okay, once again, هذا إنك أنت you're gonna deal with karma. وممكن هذا يدفعك برج العقرب, because لأنك أنت راح تحس بأنك you're overwhelmed من الأشياء هذه اللي بتحصل معك. فممكن هذا يدفعك انك انت تلجأ لإسكابيزم. إسكابيزم يعني تلجأ لأشياء تخليك تنسى. أوكي, أشياء مثل المخدرات, الشرب. Yeah, I'm so sorry, but يعني تدخين, أي شيء بيخليك تنسى الـ 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 الألام وتنسى أنك أنت تتهرب. لأن بلوتو بيخليك تشعر برضو بالخوف, بالخوف من المجهول. هذه المشكلة, بالرغم أن بلوتو بيخلصنا من الأشياء السامة في حياتنا, بس برضو بيعطينا الشعور بالخوف. أوكي, الشعور بالرهبة. بصراحة أنا ما بخاف من بلوتو على قد ما بخاف من مارس. أوكي, لأن مارس هو أكتر, لأن مارس مندفع, مارس بيخليك تغضب بدون يعني, هو اللي بيخليك تغضب, هو اللي بيخليك تاخد قرارات متهورة. أوكي, بس بلوتو بيخلصنا من السموم ومن العلاقات السامة ومن الأشياء اللي هي بيعطينا خوف, لأن because it's the underworld, right? بس بيخلصنا من كل الأشياء السلبية, وبيعري الوجوه, يعني الوجوه اللي لابسة ماسكس بيكشفها على حقيقتها. That's what Pluto, يعني هذا طبعا أحيانا بيسبب, بيعطينا نوع من الخوف. بس المهم إنك أنت تحاول إنك أنت ما تلجأ للمخدرات والأشياء والشرب
الاشياء هذه اللي بتخليك انك انت تهرب من الواقع. اوكي انا شايفه ان the full moon lunar eclipse on the 28th Taurus هذا your 7th house, it's the opposite sign, your 7th house, okay, it's your opposite on the zodiac wheel. فأنا بس as a side note ملاحظة إني لاحظت إني أنا بعمل بيتك وبيتك السابع, okay, أنا ما إلي علاقة يعني لما أقول بيتك your opposing house أو بيتك السابع مش معنى هذا ان علاقاتك الغرامية او البزنس ان هم في موجودين مثلا في الحالة هذه في تورس برج الثور بالنسبة للعقرب, مش معنى هذا ان هم برجهم برج الثور, لكن معنى هذا ان اي شيء بيحصل في البيت السابع زي مثلا الفول مون لونر كليبس راح يأثر هذا في العلاقات الغرامية والعلاقات البزنس والعلاقات الزوجية وبيت الاعداء بيت السابع. That's what it means. فأنا لو بتلاحظوا إني بعمل القراءات بهذا الشكل بيتك وبيتك السابع. فناو بعد ما خلص العقرب راح أعمل تورس لأن تورس هو بيتك السابع. عملت ليبرا وعملت إيريس. فإذر بيتك الحمل أو بيتك الميزان بيتك السابع هو إذر أور. فاهمين إيش بقصد؟ لو أنت كنت كانسر بيتك السابع كابريكورن, لو أنت كابريكورن بيتك السابع كانسر. اوكي فانت من المهم this is a side note انك انت تشوف قراءتك وقراءه بيتك السابع لانه once again مش معنى هذا ان شريك حياتك زوجتك او زوجك هو من برج التورس نو no. معنى هذا ان اللي راح يحصل في البيت السابع اللي بقوله مثلا this full moon lunar eclipse now in Taurus راح ياثر في علاقاتك الغراميه وفي علاقاتك الزوجيه وفي علاقاتك البزنس. فالفول مون لونر كليبس في تورس بالنسبه لبرج العقرب هذا راح يأثر في هذا البيت. فلو انت كنت عايش علاقاتك شيء جيدة ما فيها مشاكل هذا بيخليك انت بتراجع افكارك وبتراجع مواقفك وبتراجع موقعك انت في هذه العلاقة. ايش انت موقعك في هذه العلاقة؟ يعني بتحاول انك انت تحسن من هذا الشيء. اوكي لو انت مثلا في خطوبة ممكن يصير زوج, لو انت سنجل راح تتزوج, لو انت في علاقة سامة توكسيك ريليشنشيب علاقة فيها مشاكل وقرف راح تنتهي. اوكي لان that's what the eclipse all about, راح تنتهي هذه العلاقة خلال فترة الإكليبس. وانا زي ما قلت قبل هيك ان الإكليبس ياخذ up to a year, لكن لان احنا في فترة north node and south node الاشياء هذه راح تمتد حتى سنة ونص about 18 months. اوكي لان الاكليبس الاول السولار اكليبس اللي راح يكون في ليبرا هذا ان ذا ساوث نود. اوكي والاكليبس اللي جايه بعد تورس راح تكون في ايريس في النورث نود, فالتاثير راح يكون ممتد ل 18 مانس سنه ونص لا انتل سم تايم ان 2025 سنه 2025. واحب اقول لكم وانا ذكرتها في الابراج السابقه قلت ان اخر اكليبس حصل في الساوث نود ان ليبرا كان من حوالي 18 19 سنه, كان اخر اكليبس ان ذا ساوث نود كان ان ديسمبر 2004. اوكي فلو انت كنت مولود في ذاك الوقت اتذكر ايش صار معك ان 2004 ديسمبر 2004 ذاتس إكليبس in the south node in Libra امتد لغاية I believe 2006 sometime in 2006 I can't remember the date بس هو ابتدى ديسمبر 2004. فأنت تذكري إيش حصل معك في ذيك الوقت. الأحداث مش نفس الأحداث بس راح تكون متشابهة مع اختلاف الأسماء. أوكي يعني أنا أعطيك مثال, أنا in 2004 اشتريت بيتين with my ex. أوكي yeah وانتقلت ثلاث مرات, انتقلت حتى لمونتريال معه. اوكي فيا الاكليبس كان في بيتي الرابع وناو اتس اولسو في بيتي الرابع, فانا متوقع نفس الشيء يحصل مش with my ex but something similar. فالاسماء راح تختلف بس نفس الاحداث. عشان هيك انا بقول لك استرجعي في هذاك الوقت ايش حصل معك in 2004 لو انت مولوده
at that time between 2004 and 2006. وايش وليبرا بيكون في بيتك الثاني عشر، فتدري ايش حصل، راح تحصل نفس الاشياء من الان لغايه 2025، لانه once again solar eclipse in south node هذا راح يستمر 18 months 18 شهر. اوكي so that's about it. بس بالنسبه للعقرب going back لي بالنسبه للفول مون لونر اكليبس ان تورس، هذا راح يكون في راح يلطف من whatever يحصل في هذا البيت، نهايات بدايات، راح يلطف من هذا الشيء هو وجود جوبيتر. اوكي جوبيتر ان تورس راح يلطف من هذا، لو كانت مثلا مساله نهايه في علاقه زوجيه، لو كانت العلاقه الزوجيه توكسيك او علاقتك في العمل، لان وانس اجين هذا بيتك السابع تورس، بيتك السابع مش بالضروره تكون علاقه زوجيه، انت تنتهي ربما علاقتك في العمل مع يور باسز. اي شيء توكسيك راح ينتهي لان الاكليبس تاثيره قوي جدا. اوكي so let's do tarot reading for Scorpio. Please guys listen to the astrology part. أنا بدرس astrology من سنين طويلة، معانا تخصصي network engineering، بس أنا بحب الأسترولوجي، وباعتبار إني أنا يعني إنسانة روحانية، ف that's why بعمل tarot as well. بس أنا بدرس astrology من زمان، والأسترولوجي عشان تعرفوا هو أكتر شيء تجاربك الشخصية، إيش حصل معك فهذا الشيء هو اللي بيخليك تفهم اكثر الاسترولوجي اكثر من انك انت تدرسه. الدراسه تكون من ناحيه البلانت موفمنت، اوكي بس من خلال تجربتك انت الشخصيه تعرف ايش حصل، فتذكر انت ايش حصل. عشان هيك في كثير ناس استرولوجرز ايش بيعملوا، كيب تراك، عندهم جورنال وكيب تراك اوف الايفنتس، لان الحياه ذاتس وات ات از، اتس ا سايكل، اتس ا سايكل. اشياء بتحصل وبتحصل تاني، اوكي depending on the planet how long it takes. يعني مثلا بلوتو، حركه بلوتو بتاخد اقل شيء 15 سنه وبتمتد لاكثر احيانا 22 سنه، لانه very slow planet، بطيء. بس جوبيتر بياخد almost 2 years in the same sign. فينوس اقل، ميركوري every 2 months or so بيروح حركته سريعه، اوكي بيروح retrograde and forward every 2-3 months. اوكي so depending on the planet. Saturn same thing، بياخد وقت طويل بس مش زي بلوتو. بلوتو اكتر الكواكب بطء. اوكي page of cups، so عندك the hierophant، death and page of cups، two major، seven of wands، four of pentacles، ace of wands. So far two majors and at the bottom of the deck seven of swords. Wow. And the star, nine of swords, three of pentacles and ace of swords. Okay. أخذ هذه as your outcome. راح أعمل برضو توضيح. Okay Scorpio. في شيء
اوكي في ترانسفورميشن في حياتك. اوكي في ترانسفورميشن في حياتك. عندك death اوكي وعندك بس انت بتحاول انك انت تتمسك بالشيء القديم هذا اللي راح ينتهي شئت ام ابيت. ام سوري اوكي شئت ام ابيت هذا الشيء راح ينتهي بس انت متمسك ومتشبت ومش حابب تتخلى. بتقاوم التغيير بتقاوم الانتقال من وضع لوضع. اوكي عندك خوف تشعر بالخوف اوكي بس ايا كان هذا الشيء انا شايفه بمنتهى الصراحه لو ان انت في علاقه just let go اوكي just let go you don't need to like تتشبث فيها يعني معند مش you don't wanna let go اوكي بس راح يحدث التغيير هذا راح يحدث الترانسفورميشن هذا اوكي that's what death is. انت برضو بتحاول اوكي انا شايفه حاجتين هير اوكي بعض منكم خليني أقول البوزيتيف أوكي بعض منكم من فترة طويلة كان بيتأمل أو بيتمنى شيء يحصل في حياته يعني ربما يكون شيء متعلق إما بعلاقة جديدة أوكي أو عمل في شركة كبيرة أو أو الانتقال من بلد لبلد هذا الشيء راح يحصل أوكي هذا الشيء راح يحصل you got the hierophant لو انك انت كنت بتدور على العمل راح يصير هذا الشيء راح تتحصل على العمل أوكي وراح تحصل على الترقية اللي انت you want it اوكي راح تتحصل على العمل الجديد you got ace of wands and you got the hierophant اوكي وبرضو لو انه مثلا انت مقدم على دراسة في you know جامعة بالخارج او مقدم على هجرة برضو راح يحصل هذا الشيء اوكي you also got the star فهذه كلها major arcana اوكي رح يجيك العرض اوكي ايذر عرض العمل او عرض القبول هذا او الموافقه رح يجيك الخبر هذا الموافقه في الدراسه في جامعه او العمل في شركه كبيره that's what the hierophant is اوكي
جامعة كبيرة، جامعة معروفة، راح يتم قبولك لو إنه هو انتقال لبلد تانية أو أوراق هجرة، راح تجيك برضو الموافقة. Once again, that's what the Hierophant represent. Okay. راح تجيك الموافقة وراح يجيك القبول. وانت راح تضل يعني you know راح تعمل كل ما بإمكانك انك انت تنجح في سعيك هذا، سواء كان في العمل الجديد او كان في دراستك في الجامعة. راح تصمد، راح تعمل كل واجباتك all your assignments، راح تنجح وراح you know لو حتى مثلا تعمل PhD or something like that، برضو هذا راح يحصل، راح يصير. You're gonna get it. You're gonna be successful. You got also ace of swords. راح تدرس بجد واجتهاد. هذا حسب يعني ايش المجال اللي انت مقدم فيه، لو هو عمل، لو هو دراسة، لو هو دخول الجامعة، لو هو هجرة، لو هو علاقة جديدة. بس انا شايفة بعض منكم برضو، وانا ذكرت هذا في قراءة سكوربيو فيما سبق، لان يعني بصراحة شايفة نفس الشيء الان، شايفة انه مين بيعمل في اللي قام بعمليات اختلاس، اوكي، وراح ينكشف، اوكي، والشخص هذا ندمان. هذا في الشركة، في شركة. لو في شخص منكم بيشوفني أو يسمع الكلام هذا، وأنا قلت هذا الموضوع قبل هيك، you got seven of swords، okay. في شخص قام باختلاسات وتزوير في أوراق. And I'm so sorry. I have to say. يعني it shows up again. طلعت تاني. ففي شخص فعلاً يعني هذه قصته، اوكي، قام بتزوير، قام بعملية اختلاس، راح ينكشف. ايس اوف سورتس، راح تظهر حقيقته، اوكي. هو بيحاول انه يخفي الموضوع. 7 اوف وانز، وبينكر اللي عمله، بس هذا واضح. 7 اوف سوردز، راح ينكشف. هذا شخص مختلس، شخص بيشوفني، اما ان هذا القصه لشخص، شخص بيشوفني والقصه هذه لشخص بيعرفه، بس انا حاسه ان هذا شخص سكوربيو، عقرب، اوكي. هذه القراءه لعقرب بيشوفني وعارف نفسه، مختلس، قام بعمليات تزوير في أوراق قانونية، وراح ينكشف. I'm so sorry. I have to say that. Okay. وراح تندم كتير. أنا زي ما قلت، أنت راح تتعامل مع your karma. Okay. راح ينكشف هذا العقرب. You're gonna pay your karma, Scorpio. ما فيني أوضح أكثر من هيك. That's what I see here. أنا مش محتاجة إني أوضح. هذه تشبه كثير لقراءة العقرب اللي عملتها in September متهيألي أو yeah. بس مش كل العقرب، بس في عقرب من اللي أنا بقول عليه بيشوفني، أوكي. هذه قصته. عملية اختلاس، تزوير في أوراق قانونية، أوراق رسمية تتعلق أكثر شيء بعمل، أوكي؟ شركة كبيرة بيشتغل فيها. وسيحاكم على أعماله، سيحاكم في قضاء. بالنسبة للأشخاص اللي هم مثلا زي ما قلت أنا، إنه بيتعاملوا إن القراءة هذه تتعلق بموضوع دراسة، بموضوع إن هم قدموا في عمل جديد أو هجرة أو أي شيء، you're gonna get it. Gift. Gift. راح يجيك الخبر هذا
اوكي وراح تفرح بيه اوكي، لان برضو you got page of cups. راح يجيك العرض وراح تكون سعيد جدا انك انت تم قبولك في الجامعه او تم قبولك في هذه الشركه الجديده. اوكي، في سيده بتساعدك في هذا الموضوع، ربما تكون والدتك. اوكي، هي اللي بتدعمك، هي اللي بتدفع مصاري الجامعه الدراسه. اوكي، هي اللي she supporting you your mom. اوكي، بالنسبه للاشخاص اللي هم قايمين بيقوموا بعمليه اختلاس، شوف انت عايش في خوف thoughts وتفكيرك you know تفكيرك منشغل ليل نهار بهذا الموضوع وخايف، عايش في خوف في رعب. you got nine of swords as well. اوكي، عندك nine of swords، عايش بخوف وفي رعب. poverty. يا شوف شوف هذه الناين اوف سوردز، انا مش عارفه لو بتشوف. شوف هذه ال يا عايشة like nightmare. هي شوف هي بتبكي بتموت بأحلامها من أحلام مفزعة. شوف ال شوفوها، عندها nightmares، أحلام مفزعة، بتصحى بالليل بتقعد تبكي. هذا شعورك بالألم، شعور بال تأنيب الضمير، تأنيب الضمير. اوكي، you got thoughts as well and poverty. لو اختلست اموال راح تاخذ منك هذه الاموال اللي اختلستها. it's gonna be confiscated، يعني المحكمة تحكم عليك بال تدفع غرامة كبيرة أو في اسم تاني لها. I'm trying to remember. حجز على أموالك بسبب الاختلاس والسرقة. اوكي، برفلش ليدي مين ميل. امبريزنمنت، رؤساءك في الشركة راح يشتكوا فيك. اوكي، رؤساءك في الشركة، هذا رؤساءك. I'm sorry، هذه القراءة لشخص او اثنين. اوكي، راح تتم محاكمتك وراح تنسجن بسبب الاختلاسات ويتم الحجز على الاموال اللي سرقتها. هذه القراءة لشخص أو اثنين من العقرب. مسج، راح تجيك رسالة، رسالة مهمة. أوكي، ربما هذه محكمة استدعاء، لأن هذو الأشخاص راح ياخدوك للمحكمة. مين فيميل؟
you have sudden wealth as well. هذا بالنسبة للأشخاص اللي مقدمين على عمل أو مقدمين على منحة أو دراسة في الجامعة أو شيء زي هذه، راح يجيكم برضو المعونة من يعني أنا شايفة أكتر شيء إن في سيدة هي اللي بتقوم بالدعم، أوكي، بالدعم المادي. لو إنك أنت مقدم على الدراسة أو مقدم على العمل، راح تجيك الموافقة، أوكي. أنا مش عارفة ليش القراءة هذه حاسة إنها لها، شوف قراءة الميزان سكوربيو، especially لو كان أنت عندك يعني مثلا أنا ابني برج الميزان وبرج الصاعد سكوربيو العقرب، فأنا حاسة إن هذه القراءة لأبني، أوكي، بالنسبة لموضوع الدراسة، بس برضو بالنسبة شوفوا قراءة الميزان. أنا مش حابة أحكي كتير على ابني، بس أنا شايفة برضو إن في شيء يتعلق بإنه شخص في العائلة راح يتوفى، أوكي، أو إنه راح يجيك منه إرث، أوكي. أنا بس قلت إرث وطلعت great fortune sudden wealth and great fortune. في شيء يتعلق بإرث برضو، أوكي، إرث إما من أب أو من أم أو من جد أو من جدة، أوكي، wealthy man. wealthy man. إجت الإجابة سواء من أب أو أم أو جد أو جدة. عندك شخص في العائلة غني راح يتوفى، أوكي، وراح يجيك منه إرث. courtship برضو في ناس راح تدخل في علاقة غرامية جديدة. remember إنه yeah full moon lunar eclipse هذا في بيتك السابع. لو أنت كنت single مش في أي علاقة، راح تدخل في علاقة جديدة فترة الفول مون هذه. false person false person هذا بالنسبة للشخص، يعني انت عنا seven of swords and false person، هذا الشخص المختلس and imprisonment، راح يسجن هذا الشخص، راح ينال جزاء وعقابه وراح يسجن. The dragonfly. Be light-hearted. Finding out things coming. Finding out things. Finding out things coming to light. Adapt. Change. Heal. هذه تنطبق على جميع الأطراف. يعني في أشياء secrets it's going to be revealed. أسرار راح تكشف. That's what the Ace of Swords is. Okay? أسرار ربما تتعلق بهذا الشخص المختلس. راح تكشف هذه الأسرار. أو إنه موضوع الإرث هذا، موضوع وفاة الشخص الوالتي راح تظهر. ربما في شخص مخبي هذا الموضوع في الوقت الحاضر، مش حابب الموضوع هذا ينعرف. ربما في شخص مريض، أوكي، وفي شخص مخبي هذا الموضوع مش حابك تعرفه، بس راح يطلع هذا الموضوع. passion insane chemistry like each other equally having fun you got courtship. في علاقة جديدة. بعض منكم اللي هو single راح يدخل في علاقة جديدة. راح أقول تاني الإكليبس يستمر up to a year، أوكي، ولأن ال solar new moon solar eclipse in the south house in the south node راح يستمر 18 months، وبعدين in November no ما تاخدوا بكلامي. مش عارفة نوفمبر أو إمتى بالضبط راح يكون في solar eclipse in Aries
النورث نود. اوكي هذا بيتك الخامس. اوكي وانس اجين الاكليبسز راح بتصير تمتد لي 18 مانس. سوري اصدقائي انا مش ذاكره اليوم بالضبط اللي راح يكون في السولار اكليبس ان اريز. اوكي ام اي ابولوجايز فور ذات، مش متذكره اليوم بس اتس نورث نود. اوكي وزي ما قلت انه الاكليبسز في النورث نود والساوث نود تستمر 18 مانس، سنه ونص. اوكي راح تدخل في علاقه جديده لان السولار اكليبس ان اريز هذا بيتك الخامس. The sword and the rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection and power. هذا بالنسبة لموضوع الاختلاس والسرقة. أنا مش عارفة ليش قراءاتي بتاخد وقت طويل. I apologize guys. I really apologize. راح أحاول أختصر. بس يعني سكوربيو ممكن قراءة الفيكس ساينز راح تكون طويلة بس راح أحاول أختصر في الميوتبل ساينز. أول كارد راح أطلعه بالنسبة للفئة اللي هم بيتعاملوا بموضوع دراسة، بموضوع قدموا في شركة جديدة، بالنسبة لموضوع اللي يتعلق بهذا الموضوع أو علاقة جديدة أو إنه هو موضوع إيرث. هذه أول كارد اللي هو Angel advice or messages. Let go of old stuff. Let go of, because that's what the south node is. South node يتعلق ب your past life. Okay, so you have to let go. سامح وتعذر. Let go, it's a yes. Technically, it's a yes. You just have to let go. Okay. Remain positive. الأشياء هذه راح تحصل لأن قلت لك عليها. This is another yes. Okay? Remain positive. خلي عندك، خليك متفائل، خليك إيجابي. This is gonna happen. Wait. Wait. يعني ما تتسرع وتعمل شيء you know hasty impulsive، شيء بدون تفكير، بدون تعمل حساب للعواقب. So you have to wait. هذه بالنسبة للأشخاص اللي بيعرفوا عندهم أحد أو شخص عارف نفسه انه هو قام باعمال غير قانونيه، اختلاس، سرقه. انا يس يس القانون راح ياخذ مجراه للاسف. القانون راح ياخذ مجراه. Ask for help from others. Ask for help from others. شوف محامي أو you know شوف أحد يساعدك عشان تطلع من الأزمة اللي أنت دخلت نفسك فيها. And you got no. يعني بالرغم انك انت الانجلز بتقولك ask for help from others. اوكي وانه القانون راح ياخد مجرى، جتنا yes now برضو اجتنا no. يعني ايا كان هذا سؤالك، لو انت بتشوفني الاجابة no. اوكي مش راح تهرب باللي عملته. شوفي انتي او انت ايش هو سؤالك. انا هذه المسجز من الانجلز، وشوفي انتي او انت ايش هو سؤالك. اوكي انا بقول لك انك انت مش راح تهرب من الكارما. اي شيء خطا عملته you're gonna pay for it.
Okay, and I'm so sorry, guys. This reading is deep, just like قراءة Libra. Okay, yeah, I'm sorry. يعني أنا مش يعني ما فيني إني أحلل القراءة كيف ما بتجي بتجي. أوكي، في ناس كثيرة بتشوف حتى لو إن هم مش مشتركين بيشوفوا القراءة هذه، وهم عارفين الناس هذه في إيش بيتعاملوا في حياتهم، إيش صاير في حياتهم. أنا ما بعرف، أنا بعطيك المسج واللي أنا بشوفه واللي أنا بحسه، وماي guiding angels supporting me in this reading. أوكي، سو بتمنى إن القراءة هذه أجابت على أسئلتك أو عملت على توضيح شيء معين في حياتك. And yeah, أتمنى لك حظ سعيد. Best of luck. I love you, Scorpio. Peace.